واحدة من أجمل بقاع الأرض اللي ممكن تزورها بحياتك هي جزر المالديف. هذه الدولة المسلمة المؤلفة من أكثر من 1190 جزيرة مرجانية تقع في قارة آسيا بالمحيط الهندي جنوب الهند. تميز الجزر المأهولة منها بطبيعة خلابة استثمرتها شركات سياحية عالمية بأكثر من 95 منتجع، بحيث صارت كل جزيرة تابعة تقريبا لفندق واحد أو أكثر حسب مساحة هذه الجزيرة. أما السكان الأصليين فأغلبهم يعيشون بالعاصمة ماليه، وهي الجزيرة الأكبر والأقل جمالاً من البقية. بالمالديف ممكن تمارس عدد من النشاطات الرائعة مثل السباحة والغوص وصيد السمك وسهرة على شط البحر مع عشاء رومانسي على ضوء الشموع ورحلات بحرية واستجمام وجلسات مساج وغيرها. وممكن تسوي